السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة لمواكبة الأحداث الجارية في فلسطين الحبيبة، مواكبة يوم الفخر الوطني لكل عربي ولكل مسلم. هذا اليوم التاريخي اللي حقيقة للأسف نفتقده ممكن منذ انتصار اليوم اللبناني على إسرائيل، وكانت رأس الحرب اللبنانية هو حزب الله. فهذا اليوم حقيقة يوم عظيم جدا لما نشاهد هذه العمليات الفدائية، العمليات الفلسطينية اللي مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى على الأهداف الإسرائيلية والصهيونية، شيء عظيم جدا. طبعا راح نناقش كل اللي يحصل الآن حاليا مثل ما تشاهدوا مباشرة، وقناة الأيام الفضائية مستمرة بهذه التغطيات المباشرة. نرحب بالأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف، أهلا وسهلا بك. حياكم الله سيدي. الله يخليك. وأيضا نرحب بالدكتور محمد الكحلاوي الخبير الأمني وعضو مركز القمة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، أشكرك. الله يخليك. أبدو وياك أستاذ مؤيد، ومن بعد إذن أكيد الدكتور محمد. يعني أستاذنا العزيز، اليوم تاريخي، وين القبة الحديدية؟ وين أقوى جهاز مخابرات بالشرق الأوسط؟ وين قواتهم؟ وين هاي أمورهم؟ صار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك يا سيدي الكريم وإلى الضيف العزيز دكتور محمد وإلى أكاديمي مشاهدي قناة الأيام. بدءا، نحن اليوم ليس فقط يوم تاريخي، إنما هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، نصرة المستضعفين ضد المستكبرين والطغاة، هذا الكيان الغاصب الذي جسم على قلب الأمة العربية والإسلامية تحديدا فلسطين الحبيبة. اليوم تغيرت المعادلة ب 180 درجة، يعني بلا مبالغ، هذه العملية النوعية والمباغتة والسريعة على عدة محاور جوية وبرية وبحرية التي بينت بشكل واضح ما كنا نقوله سابقا وقالته يعني العديد من علمائنا، أن إسرائيل هي أوهن من بيت العنكبوت. فعلا لم نشهد يعني مقاومة حقيقية، لم نشهد دفاع حقيقي عن المعسكرات وعن المستوطنات الفلسطينية. أعتقد هذه العملية هي رد كبير ورد حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات في فلسطين والاستهانة بأرواح الفلسطينيين. هذه العملية أثبتت بشكل واضح أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة تمتلك خطط استراتيجية وتكتيكات حقيقية على أرض الواقع، وقد يكون هذا اختصاص السيد الخبير الأمني. نعم. وإنها قادرة على التحرك بمرونة وتقتحم اليوم يعني غلاف غزة مدن كاملة ومستوطنات كاملة سقطت، أيضا الجدار العازل بالكامل تم القلعه، وهذا الأمر يبين بشكل واضح إلى أن المقاومة الفلسطينية وصلت إلى، والشعب الفلسطيني بإرادته الحقيقية، أن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الأوحد والأمثل للخلاص من الكيان الغاصب. فبالتالي أيضا تبين بشكل واضح أنه ما يمتلكه، وعودا على سؤالك، ما يمتلكه العدو من كان يحاول أن يوهي العالم بأنه يمتلك قبة حديدية، يمتلك جيش لا يقهر، كل هذه الأساطير يعني أثبتت عدم واقعيتها وفشلها. الكيان الغاصب منذ أن يعني دخل في فلسطين في عام 1948 كان يعمل باتجاهين، أولا صهر وعي الأمة العربية والإسلامية بأن إسرائيل هي دولة عظمى وأنها تمتلك القدرة المسلحة الكافية وتمتلك جنود خبراء وأكفاء، رأيناهم اليوم بملابسهم الداخلية تم أسرهم وقتلهم، لذلك كانت العملية مباقتة ونوعية. ايضا انه كان يعمل على انه انه لابد ان يكون هناك مشروع سلام مع الكيان الغاصب من خلال التطبيع، وانه لا يمكن المساس بامن اسرائيل. اليوم من اهم تجليات ونتائج هذه العمليه انه الاحساس بالامن لدى الحكومه الاسرائيليه ولدى الشعب الاسرائيلي الغاصب هي لم تعد موجوده. نعم. اليوم رايناهم يهرولون باتجاه الحدود الاردنيه وغيرها تحت هذه الضربات وتحت هذه العمليه النوعيه، فبالتالي المعادله تغيرت، وهي ليست طوفان، يعني فعلا هي عمليه طوفان الاقصى، لكنها انا اعتقد هي قيامه المقاومه في فلسطين التي سوف تكون بدايه لانهيار الكيان الغاصب. نعم. دكتور، اريد ابدو وياك بموضوع، واريد استثمرك اليوم بخبرتك الامنيه وعملك كضابط سابقا. سؤال اليوم، الاعلام الصهيوني يصف هذا الهجوم، وصف ان المقاتلين المقاومه عباره عن اشباح، تحويطات امنيه، جدران عازله، ووصلوا الى هذه المرحله المقاومه وهالفدائيين، كيف صارت؟ هل يوجد تحليل اليوم امني على هالموضوع؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولزميلي الاستاذ مؤيد، شكرا للتقديم، وشكرا للاستاذ مؤيد الذي يعني
سيدي العزيز، نحن اليوم نبارك لمحور المقاومة هذا الانتصار، ولجميع المسلمين في العالم للانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية هذه الأيام، وخاصة هذه المباغتة القوية والتي لم يعلم بها حتى أصحاب الشأن، لأنه كانت هناك يعني محددات، وهناك أوجه للسير، وهناك خطوط للدخول لتلك المناطق. نعلم أن أي عملية عسكرية إن لم يخطط لها وإن لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وخاصة ساعة الصفر، حتى في حالات أقصى الحالات أنه يجب أن يكون صمت عند كل القطاعات التي تتحرك. ولذلك نجد أن هناك صمت مطبق، وهناك حركة دؤوبة، وهناك تحرك لأهداف ثابتة ومعينة. ولذلك نجد أن المباغتة التي حصلت هي معلومة من قبل المقاومة، ولكن الجيش الصهيوني لم يقدر أن يكتشفها، ولم يقدر الروم من العمليات الاستخبارية التي يتبجح بها. نعم. الكيان الصهيوني ويقول نحن لدينا عنصر استخباري ومخابراتي قوي جدا، بحيث أن نكتشف أي حالة أو حيرة أي حركة موجودة داخل القطاعات وداخل المناطق التي نحن في بصددها. لذلك نجد أن هذا الذي كانوا يتبجحون به أصبح كما قال الأستاذ ميت كخيط العنكبوت ليس له وجود، وهناك القبة الحديدية التي يتبجحون بها. نعم. لم تقدر أو تستطيع أن تصد هذا الهجوم، وكانت حركة مباغتة سريعة وجيدة وقوية جدا، وتحرك لو شاهدنا الخريطة حاليا. نعم. غير الخريطة التي كانت مرسومة من قبل الكيان الصهيوني بالجدار العازل. بالضبط. أصبحت هناك دخول قطاعات عسكرية من محور المقاومة إلى مناطق كانت محصنة، وتحصين كبير جدا. لذلك نجد أن التحصين أحيانا يصد أي حركة أو أي تعدي عسكري، ولهذا السبب نجد أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة، بحيث عند الوصول كانت النقطة هي المرسومة للقطاعات التي تحركت ووصلت إليها، والهدف المرسوم لهم. نعم. طبعا أحبة المشاهدين، ننتقل لاتصال هاتفي من لبنان، الأستاذ خليل القاضي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ خليل. أهلا بك. طبعا نبارك لك هذه الانتصارات الكبيرة. مبارك للأمة العربية والأمة الإسلامية هذه الانتصارات. نعم. المباركة، يعني هذا ما يجري منذ السادسة صباحا في فلسطين المحتلة. نعم. وحصان الأقصى أسلج صدور كل الأحرار في العالم. نعم. في مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والمذهبية. نعم. استاذ خليل، المحتل هو حدث تاريخي. بعد احداث اليوم وبعد هذا الانتصار والاختراق الكبير للمقاومه الفلسطينيه، هل تغيرت الان المعادله؟ هل تغير الوضع؟ لغه المقاومه تغيرت؟ سيدي العزيز، بدايه تحيه لك وللقناه وللضيوف الذين يشاركون معك. اهلا وسهلا. بالتأكيد ما عملية طوفان الأقصى هي مفصل تاريخي في حركة النضال الشعب الفلسطيني والشعب المقاوم في فلسطين المحتلة وفي المنطقة عموما. ما يجري اليوم وما جرى منذ الصباح اليوم السادسة صباحا انطلاق العملية فجرا، هذه العملية ستؤكد بالتأكيد أو ستؤدي بالتأكيد إلى وضع قواعد اشتباك جديدة. لغة المقاومة، صوت المقاومة هو أعلى بكثير من صوت الاحتلال الإسرائيلي والكيان المؤقت. هذا الكيان المؤقت اليوم بالدليل وبالبرهان وبالفعل ثبت ما وصفه سماحة السيد حسن نصر الله سابقا بأنه أوهم من بيت العنكبوت. هذا الكيان المؤقت هو كما قال سماحة السيد القائد الإمام علي الخامنئي قبل أيام بأنه كيان يحتضر، الكيان المؤقت يحتضر. نحن نشهد اليوم بداية بزوغ فجر جديد للعمل المقاوم، وبالتأكيد سيكون للمقاومة الكلمة الفصل والكلمة النهائية، وهي ما سيضع الشروط
في النهاية فلا يمكن للاحتلال أن يستمر في غيه وغطرسته إلى ما شاء الله. المقاومة الفلسطينية اليوم بكل فصائلها سواء بالجهاد الإسلامي الذي نحيي شبابه، الجناح العسكري لحركة حماس وعلى رأس القائد محمد الضيف، وضعوا معادلة جديدة اليوم أثبتوا للعالم بأن الكيان المؤقت هو أوهم من بيت العنكبوت، بأن الإرادة الفلسطينية المقاومة الحقيقية قادرة على فعل المستحيل. ما المشاهد التي رأيناها منذ الصباح حتى الساعة تؤكد أن جهوزية المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني وحتى في باقي الجبهات والساحات ودول المحور محور المقاومة هي على جهوزية تامة. ودعني أقول لك، إن كان ما جرى اليوم هو انطلاقا من قطاع غزة، القطاع المحاصر والمفروض عليه أقصى أنواع الحصارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، هذا القطاع الذي خرج منه الشباب اليوم ليحرروا حتى الساعة ما يقارب 912 كيلومتر في فضاء غلاف غزة والدخول إلى المستعمرات والأسر الجنود الإسرائيليين، الجنود الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم قائد منطقة غزة اللواء نمرود ألوني الذي لم يكن لديه وقت حتى يلبس ثيابه. هذه المباغتة وهذه المفاجأة بالتأكيد سترسم علامات استفهام كبرى وستدرس، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة وضع استراتيجيات ووضع قواعد اشتباك وفق آلية عمل المقاومة وليس وفق آلية عمل الاحتلال. نعم استاذ خليل، بما أنك أريد نستثمرك بما أنك في لبنان، ردة فعل الشارع اللبناني؟ ردة فعل الشارع اللبناني هي مثل ردة فعل أي شارع مقاوم يرفض الاحتلال. فالشعب اللبناني والشارع اللبناني بالتأكيد يؤيد ما قامت به المقاومة الفلسطينية اليوم. وللحقيقة هناك مشهدية حصلت في إحدى المستعمرات عندما سيطر الشباب الفلسطيني على آليات الجيش الاحتلال الإسرائيلي. عمدت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين عليها لتركيب صورة بين عام 2000 عندما دخل وحررت المقاومة اللبنانية الإسلامية حزب الله حرر جنوب لبنان الحمد لله وسيطر على الآليات العسكرية الإسرائيلية، وبين مشهدية الشباب الفلسطيني اليوم. الشارع اللبناني وبفصائله وأحزابه الوطنية المقاومة جميعها تؤيد وترحب وتدعم ما يجري في فلسطين. بالتأكيد ما يجري في فلسطين يعني الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، ولكن بالدرجة الأولى هو صنيعة يد المقاومين الفلسطينيين. هذه المقاومة بالتأكيد هي مدعومة من الشارع اللبناني المقاوم وكل الشوارع العربية التي تدعم المقاومة ونهج المقاومة. هذا النهج أثبت خلال العقد المنصرم أنه قادر على صناعة المستحيل وأنه قادر على تحقيق الانتصارات في زمن عجزت فيه الجيوش النظامية العربية. ونحن بالأمس كنا مع الذكرى 50 للحرب 26 6 أكتوبر انتصار أكتوبر 73. كان هو هذا النصر الأول الذي يمكن تسميته نصرا عربيا في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي. بالذكرى الخمسين لهذا الانتصار فطرت المقاومة الفلسطينية وشباب المقاومة الفلسطينية الحمد لله هذه الملحمة اليوم بتحرير الأراضي الفلسطينية. وهي بالتأكيد ستستمر، لأن ما جرى اليوم سيؤسس لتحرير باقي الأراضي الفلسطينية، كما أنه سيوقف عملية الظلم المتمادي بحق الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الاحتلال الإسرائيلي. نعم. كل التحية والشكر لك الأستاذ خليل القاضي الكاتب والمحلل الصحفي من لبنان على هذه المعلومات. وأكيد يعني نرجع مع الأستاذ مؤيد، اليوم
قبل يعني هذه السنوات الماضيه غزه تقصف صواريخ، اسرائيل ممكن تصد البعض يسقط كثير، ينقتلون الاسرائيليين واحد اثنين، عمليات طعن في القدس وفي بعض المدن. الان بعد هذه العمليه تغيرت لغه المقاومه، اصبحت الند بالند. اليوم نتنياهو قال الاعلام الاسرائيلي ما نقدر نوصفها بعمليه عسكريه، نوصفها اليوم حرب. بحرب في حالة حرب. حرب حقيقيه ونظاميه. مستقبلا هل راح نشوف هيك مشاهد، او ممكن خلاص هاي مثلا هاي العمليه وبعدين ما نقدر، ممكن الاسرائيليين انه بعد تيقنوا وصارت عندهم مثلا درس هذا اليوم، ايش توقعك؟ يقينا يعني ما في جعبه المقاومه هو الكثير والكثير و... انا اعتقد انه هذه العمليه اتت عن يعني بعد استعدادات كبيره وكبيره جدا واستعدادات نوعيه وتخطيط مشترك في كل فصائل المقاومه. قد تكون يعني ليست فقط الفصائل الفلسطينيه مشتركه بهذا الامر، لانه اليوم نتكلم عن وحده جبهات. انا اعتقد ان هذه هي بدايه لعمليات نوعيه اخرى. نعم. يعني لا اعتقد ان المقاومه الفلسطينيه او محور المقاومه بشكل عام دفع بكل ما يمتلك او بكل ما ما في جعبته من خلال هذه العمليه منذ صباح اليوم الى هذه الساعات. بالتالي اكيد هناك خطط عسكريه، هناك خطط بديله يستطيع ان يناور بها، خطط يعني يحسب في حساب انه كان هناك رد اسرائيلي او رد من دول تساند اسرائيل ولو قد يكون مستبعد في ظل الظروف العالميه الحاليه، انه كيف تتعامل فصائل المقاومه الفلسطينيه او محور المقاومه بشكل عام. اعتقد انه هذه هي بدايه لعمليات اخرى نوعيه سوف تردع الكيان الغاصب. زمن العربده الاسرائيليه انتهى، يعني كما تفضلت هي ليست ثوره حجاره وليست عمليه طعن في داخل اسرائيل. انا حتى اعتقد انه عمليات الفدائيه الاخيره التي كانت تحدث في داخل اسرائيل في الاشهر الاخيره من عمليات طعن او ضرب لبعض المستوطنين بأسلحة بسيطة، هي قد تكون كانت هي فعلا عمليات مقاومة مشروعة فردية وجيدة وفردية ويعني يرفع لها القبعة، لكنها قد تكون كانت هناك مناورة من قبل فصائل المقاومة لكي تكتمل استعداداتها النوعية لهكذا عملية كبيرة. أه. لكي تجعل الكيان الغاصب في خدر وفي أمان وتبقى معادلة والإحساس بالأمان أنه المقاومة الفلسطينية اليوم غير قادرة على اقتحام الغلاف غزة وعلى أن تقوم بعملية يعني إنزال جوي أو من البحر وهكذا كثافة عمليات أفراد وبهيج أسلحة نوعية في من الناحية البرية. دعنت الكيان الغاصب يعيش في حالة من يعني الاطمئنان والاسترخاء الاستراتيجي، لانه كان يعني معتد بنفسه انه يمتلك قبه حديديه، حتى المركبه هي فخر الصناعه الدبابه فخر الصناعه الاسرائيليه كما تسمى في عام 2006 حرقت تحت يعني ايادي حزب الله واليوم تحرق تحته يعني تهدم تحت اطفال يعني فلسطينيين يلعبون بها اليوم. نعم. فبالتالي اليوم اين وصل الكيان الغاصب؟ اليوم هذه رساله الى الراي العام العالمي، الى الراي العام الاستكباري الذي يقود العالم ان مدللتهم اسرائيل في الشرق الاوسط او في غرب اسيا هي اليوم ذلت اليوم، يعني هو يوم ذل. صحيح. اسرائيل ذلت في يوم سبتهم، فبالتالي هي تؤسس الى معادله جديده، علما انه اليوم هناك قلق استراتيجي تعيشه الاسرائيل. يعني عندما تكلمنا عن وحده الجبهات تحدي الان بس الجبهه الجنوبيه هي اللي بها العمل وبها شغل. نعم. الاسرائيليين وبعض يعني الخبراء اليمين الاسرائيليين في تغريدات او في مقالات سريعه قالوا نخشى ان تكون هذه العمليه في جنوب فلسطين في جنوب اسرائيل هي عمليه مباغته او مناوره لعمليه كبرى في الشمال، والشمال معروف حزب الله. حزب الله. نعم. وحزب الله اكيد يمتلك الخبره والكفاءه والقدره الاكثر من مع كل احترامات من كل جهات المقاومه ولهم سابق يعني تجربه. نعم. سابقه. فبالتالي اليوم اسرائيل بدات يعني ليست فقط تحتضر كما قال السيد القائد الامام خامنئي، انما بدات تعيش العد التنازلي انهيارها. واعتقد انه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا منذ زغرنا لحد هذا العمر راينا اسرائيل بهذه الصوره. من كان منا يتوقع ان يعطي الله سبحانه وتعالى العمر وان يشاهد اسرائيل بهذه الوضعيه الذليله؟ وكما تفضلت قتلى اسرائيليين، وانا اليوم شفت يعني عوائل اسرائيليين ومجندين في حاويات وكونتينرات. نعم. الاوساخ والزباله كما نسميها. اذا وصلت اسرائيل التي كانت يعني كل دول العالم تحكم يعني تساندها والميزانيه الامريكيه مفتوحه لها وتتلقى دعم من اسرائيل ومن فعلا. حتى دول اخرى. فبالتالي اليوم المعادله تغيرت، واشير الى نقطه مهمه جدا ليس فقط تغيرت في منطقه غرب اسيا، انه العالم اليوم يشهد نظام ولاده نظام عالمي جديد. فبالتالي محور المقاومه بكل تفاصيله يفرض نفسه كلاعب فاعل واساسي في النظام العالمي الجديد. نعم. دكتور محمد، قبل الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية تنظر لمجموعة مقاومة تقصف بهاونات بصواريخ كاتيوت، هاي الأمور البسيطة، وترد رد عسكري بعملية عسكرية على غزة، هذا السيناريو يتكرر. اليوم نشاهد مقاومة تحتل مناطق وتسقط مناطق
بالنفوذ الإسرائيلي وبالداخل الإسرائيلي. كيف ستتعامل إسرائيل مستقبلا مع هذا الضغط الكبير؟ نعم، نحن لو نظرنا إلى المعارك التي دارت في اليمن والمقاومة في اليمن، وكان الإصرار اليمني على أن يقف في وجه الهجمات التي كانت يصدها ويذهب إلى أبعد من ذلك، نعم. فهذه أعتقد إحدى العزائم التي شدت من عزيمة المقاومة الفلسطينية، لأن تأخذ خبرة وتجربة من المقاومة اليمنية وبعض الفصائل المقاومة التي قامت بعمليات نوعية ضد إسرائيل وفي أماكن أخرى غير إسرائيل، وحتى في العراق يعني عناصر المقاومة قامت بعمليات نوعية وكبيرة جدا رغم الآلة الحربية الأمريكية التي هي مخيفة حسب ما نراه في الإعلام وفي الصحف وفي غيرها من يعني الأماكن الإعلامية. لذلك نجد أن هذه العملية النوعية هي يعني شد لعزيمة مأخوذة من مقاومة سابقة، وأخذوا تجربة اليمن. أعتقد هناك اتصال مباشر واستفادوا من تجارب المقاومة التي وقفت بوجه الاستعمار وبوجه أي جهة معينة تريد أن تكسر من شوكة يعني المقاومة. يعني بوجهة نظرك أنه المقاومة الفلسطينية أخذت المثل أو النموذج من المقاومة اليمنية؟ بالضروري أن تأخذ منها، وأنا في اعتقادي أخذت منها، لأنه إن لم يكن هناك مواجهة حقيقية وهناك دفع قوي وهناك يعني تخطيط لعمليات نوعية للوصول إلى أهداف مرسومة، لم تكن هذه نتيجة حالة معينة أو آنية، وإنما هي مخطط لها من السابق. لذلك نجد أن هذه العملية النوعية هي عملية نوعية كبيرة، وهناك فصائل مقاومة تتحرك، ليست الفصائل المقاومة الفلسطينية، هناك فصائل مقاومة المحور التي هي ما زالت في أهبة الاستعداد، ومن الممكن أن تتحرك وتدخل إلى أماكن أخرى في فلسطين. ولذلك نجد أن العدو الإسرائيلي الصهيوني يريد أن يلملم شتاته ويحاول أن يعيد يعني قطعات العسكرية ويصل إلى نتيجة أنه من الإمكان أو بالإمكان أن يقاوم أو يصد هذه الهجمات ويصل إلى مآربة التي هي يعني يحاول أن يسيطر على المناطق التي أخذت أو يستردها. ولذلك نجد أن هناك عزيمة وهناك اندفاع وهناك قدرة قتالية لدى المقاتل الفلسطيني، وأيضا هناك من يشد بعزمه من المقاومة الأخرى. نعم دكتور. أحبة المشاهدين، ننتقل مع اتصال هاتفي من إيران، الأستاذ مختار الحداد الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ مختار. أستاذ مختار، يوم عظيم ويوم جميل اليوم، كيف اليوم نصف هذه العمليات اللي شاهدناها اليوم في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. نعم، هذا يوم يعني من أيام الله. نعم، يعني واضح هذا نصر كبير حققته المقاومة، وباعتقادي يعني هذا النصر لم يكن يعني كما كنت أستمع إلى كلام ضيفكم الكريم، لم يكن يعني موضوع آني أو فجأة، هذا خطط له أولا أمنيا، يعني هناك أثبتت المقاومة لديها قوة. أستاذ مختار، الدكتور محمد الكحلاوي لم يصفه بالآني، وصف أنه أخذوا المثال اليمني بالمباغتة. لا لا لا، أقول يعني كما نعم أنا هذا واضح، يعني هو كما قال ضيفكم الكريم في يعني ولم يكن آنيا، يعني هو يقول أنه هذا عملية مخطط له. نعم بالضبط، يقول ذلك. نعم، يعني هذه العملية مخطط لها، يعني يؤكد كلام ضيفكم الكريم. نعم، يعني هذه عملية أكد كما أكد ضيفكم الكريم، هي عملية خطط لها. يعني هنا المقام أثبتت لديها قوة أمنية، لديها قوة عسكرية كاملة وقوية تستطيع أن تؤلم وتفاجئ العدو، وفي النفس يعني في نفس الوقت هناك المقاومة عندما تقوم بمثل هذه العملية، يعني هناك هي تعرف أن هناك في ظهرها يقف محور مقاومة قوي يدعم كل حركات وكل يعني ما يقوم به المقاومة. يعني باعتقادي ان اليوم هذه المقاومه اثبتت بانها تستطيع مواجهه اقوى الجيوش العسكريه. يعني نعم، هذا الجيش الصهيوني يدعي بانه الجيش الذي لا يقهر، واثبتت يعني المقاومه خلال هذه السنوات، ولكن هذا ياتي تاكيد جديد، يعني المقاومه تستطيع ان تدخل
في مناطق هي متواجدة فيها معسكرات صهيونية، تعرفون هذه المعسكرات المتواجدة على حدود غزة فيها قوات خاصة، قوات يعني تدربت أصلا لمواجهة المقاومة، ولم تكن قوات عسكرية عادية، يعني وجميع سكان هذه المناطق هم كذلك يعني جنود احتياط او يخدمون في الجيش الصهيوني، فيكونوا هم دائما على هبه الاستعداد. ولكن اليوم تفاجؤوا، اليوم العدو تألم، نرى نتنياهو يخرج في التلفزيون وهو مذعور وهو يعني يتحدث كلام تهديد، وهذا التهديد ناجم عن خوفه وعن يعني هزيمته. فباعتقادي يعني اليوم المقاومه حققت انجازا كبيرا، اعتقد مثل هذه العمليات ستستمر. ويعني كما قال قبل ايام سماحه الامام الخامنئي قائد الثوره الاسلاميه، يعني هذا العدو سيزول قريبا، وهذا ليس يعني الان قبل، يعني ممكن كان هناك نتحدث عن ازاله العدو، عن زوال هذا العدو، كان البعض ينظر الى كلامنا وكان يقول متى سيزول هذا العدو، نظرا لما كان يراه من بعض الدول العربيه، الهزائم الذي لوحظت الجيوش العربيه. ولكن منذ عام 2000 عندما تم دحر العدو الصهيوني من جنوب لبنان، تحقيق انتصار تموز عام 2006 والانتصارات المتتاليه والوصول الى هذه العمليه النوعيه الكبرى، هذا الموضوع يعني هو بات قريبا ونرى عمليا على ارض الواقع زوال هذا العدو، هذا العدو الذي معروف الان هو يعاني من ازمه داخليه. صحيح. تعرفون اليوم بعض الطيارين الاسرائيليين لم يذهبوا ولم يعني يشاركوا في العمليات، هناك جنود احتياط الان رفضوا المشاركه في العمليه، واصلا هم اساسا يعني الان هناك بسبب الانقسام الداخلي للعدو الصهيوني اصلا اساسا يفكرون بالهجره العكسيه، يعني هناك ارتفاعات الهجره العكسيه. اليوم حسب المعلومات راينا هروب المستوطنين الصهاينه من المناطق المحتله، وهناك يقال انه الالاف يعني المئات والالاف يجتمعون في مطارات كيان العدو للهروب من العدو. وتعرفون معظم شركات الطيران الاجنبيه الغت، توقف المطارات، توقفت يعني الان، نعم مطارات أغلقت وتم إلغاء الرحلات. يعني اليوم هناك نشهد حالة لم يعيشها الكيان الصهيوني، يعني أمس كان ذكرى حرب 6 أكتوبر الذي انتصرت مصر فيها. صحيح. ولكن اليوم باعتقادي يوم 7 أكتوبر هو يوم تاريخي كبير في تاريخ الأمة الإسلامية، الحمد لله. يعني كما ذكرت هو يوم من أيام الله، وقريبا يعني سيتحقق باذن الله تعالى على يد المقاومه الفلسطينيه، كما قال سماحه قائد الثوره قبل يعني ايام، سيتحقق النصر وزوال العدو الصهيوني يعني على يد المقاومه الفلسطينيه وعلى يد محور المقاومه. نعم، طبعا كل التحيه والشكر لك الاستاذ مختار الحداد من ايران الباحث بالشان السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ مؤيد، اريد وايد من ذكرت موضوع تغريده السيد الخامنئي، هل هناك ربط توقع؟ الأعداء يقولون أكو ربط. يقيناً ربط. ربط كبير جداً بالانطلاق والتأسس. طبعاً كل ما يقول السيد القائد هو ينطلق من يعني معلومات 13 تقريباً. نعم. معلومات دقيقة وموضوعية وواقعية، وأيضاً تحديث يعني تحليل عميق جداً للأحداث. إضافة ولو ما أريد أقاطعك، أنا هذه التغريدة قريتها وشفت الردود. يعني فاكو ردود، يعني تعرف ردود ضد اليوم النهج وضد المحور، يعني قد يكون البعض يستهزئ بهذه الامور. ايش بيها اسرائيل؟ مو عايشين، مو هاي بعد ايام قليله يعني اليوم الجواب على هؤلاء. نعم. الذين لا يمتلكون البصيره وليست لهم قضيه حقيقيه هم ما حدث اليوم في اسرائيل. نعم. فبالتالي التحليل العميق للسيد القائد لمختلف الاحداث، اضافه الى البعد الغيبي بهذا الموضوع، يجعل كل ما يقول به هو قابل يعني للحدوث والفعلي. فبالتالي اليوم هو ليس فقط صراع بين يعني صراع عادي، انه اليوم انتصار مفهوم المقاومه، وعندما نقول مفهوم المقاومه هي ليست فقط المقاومه المسلحه الامنيه العسكريه فقط، بل هي مقاومه فكريه وثقافيه واعلاميه، لذلك اليوم برأت القنوات الاعلاميه من ضمن قنوات الايام مشكورين على هذا الجهد الاعلامي، لان اليوم طبيعه الموضوع اللي يعني الملف الاعلامي والبعد الاعلامي في الثقافه المقاومه هو بعد ضروري جدا بين نداء المقاومه، لان هي طالبت بالقنوات الفضائيه مواكبه الاعداء. جيد، يعني اعتقد انه كانت تربيه. نعم. النداء المقاومه، وايضا كانت توجيه قناه الايام تقدم هديه للمقاومه، وكان موقف جيد طبعاً. يعني يحسب. نعم. الى قياده المجلس الاعلى في بيان موقف. نعم. حقيقي من هذا المنظور، ودعوه الى المسانده للمقاومه الفلسطينيه، وليس عجيب هذا الامر. النقطه الاخرى انه اليوم نجاح وانتصار فكر المقاومه بكل تفاصيلها
أمام ثقافة الاستسلام والخضوع والذلة للجانب السيري، وإضافة أيضا ثقافة التطبيع التي هي للأسف يراد أن يعني تكون سائدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لكي يكون هناك تواصل مع هذا الكيان الغاصب وشعبه، وبالتالي طمس هوية الشعب الفلسطيني الإسلامي وحقه في العودة وبناء دولته المستقلة دون وجود الكيان الغاصب. لذلك اليوم كل هذه النقاط يجب أن تثبت، وأيضا يعني وحدة الجبهات مهمة جدا. يعني تفضل الضيف الكريم والضيف من إيران أنه اليوم ما يتعلق بالمقاومة في لبنان، ما يحدث اليوم انتصار المقاومة الفلسطينية لا نستبعده، يعني ليس منفصل عن المقاومة في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. المحور هو محور واحد، هذا المحور يمثل وحدة المسلمين، نعم قضية واحدة. هذا المحور سر انتصاره أنه لم يكن محورا خاص بطائفة معينة أو مذهب معين. اليوم كل الدماء وكل الشخصيات انصهرت في هذا المحور الشيعة والسنة، ولا ننسى بصراحة الدماء المباكر والجهود المباركة والدماء الزكية الحاج قاسم سليماني ثمار هم من أسسوا إلى هذه المعارك. حتى أحد قادة فصائل المقاومة عندما استشهد الحاج قاسم سليماني قال اسمحوا لنا أن نسميه شهيد الأقصى، فبالتالي أي عملية تحدث في فلسطين تنطلق باسم الأقصى. هناك بصمات واضحة أسسها على طول سنوات الحاج قاسم السليماني وكل من عمل في محور المقاومة. نعم دكتور محمد، أكو جماعة هم شوية متعاطفين ويا إسرائيل، بس شلون يبينون اليوم بالسوشال ميديا أو بالإعلام؟ شي يقول لك؟ يقول لك الرد الإسرائيلي وبأبرياء راح تروح هواي من غزة وهاي الأمور. كيف سيكون الرد الإسرائيلي مع عدد الأسرى من الإسرائيليين في داخل قطاع غزة؟ عزيزي الرد الإسرائيلي أنا في اعتقادي سوف يكون متأني وغير مستعجل، لأنه هناك أسرى كثر وهؤلاء الأسرى يجب أن يحافظوا عليهم، لأنه إن لم يحافظوا عليهم سوف يخسروهم، وهم لا يخسروا يريدوا أن يخسروا جنديا واحدا عددهم قليل، وحتى إن كان. لذلك نجد أن هذه العملية هي من الممكن أن تبقى مستمرة، ولكن لا توقفها إلا هناك هدنة أو قبول لشروط وما تفرضه الساحة العسكرية في هذه الحالة، أنه ترضخ للمفاوضات إسرائيل وتصل إلى نتيجة مع المقاومة الفلسطينية ومع الفلسطينيين لكي تثبت حقوقهم. هذا جانب. إن قالوا هناك ضحايا في غزة، هي إن لم تكن هناك ضحايا لم تكن هناك نجاحات ولا يعني فوز. دائما التضحية تؤدي إلى الفوز، صحيح. تبحث على الفوز دائما. عندما تضحي أنت تريد، عفوا تريد أن تضحي، لكن عندما تضحي تعرف أن النتيجة هي الموت. لذلك يجب أن تكون أنت القوي المدفوع حقيقة للوصول إلى هدفك في سبيل القضاء على من يريد أن يطمس هويتك ويقضي على كل تاريخك الذي هو يعتبر تاريخ الأمة الإسلامية، هي فلسطين، تاريخ الأمة الإسلامية هي قبلة المسلمين الأولى، وهي التي حفزت ودفعت المقاومة في كل العالم أن هذه هي النقطة الأساسية في للتضحية والوصول إلى نتيجة حتمية في تحرير القدس من أيدي الإسرائيليين. هناك مسألة جدا مهمة أرجو أن تسمح لي، بالذات أنا قلت أن الجمهورية الإسلامية والقائد سيد القائد له يعني يد في هذه القضية ودافع قوي لهؤلاء الذين هم يعني قاموا بهذه العمليات، وأيضا اتخذوا من الشهداء السيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا ننسى ذكره الطيب، هؤلاء هم الذين حفزوا وخططوا وبنوا لهذا اليوم. نعم طبعا ننتقل للأستاذ مؤيد، وقبل الانتقال أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنه الآن متواصلة مع الأصدقاء الإسرائيليين طبعا، والآن أيضا الحكومة العراقية نزلت بيان عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية يؤكد العراق موقفه الثابت شعبا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأن الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن ينتج سلاما مستداما. واضح موقف العراق، موقف جيد يعني نسب الى وزارة الخارجية والحكومة. اليوم العرب ينظرون الى نظرة كبيرة الى المملكة العربية السعودية والى مصر فرضا، اليوم مواقفهم الاثنين اعلنوا يدعون الطرفين الى التهدئة، شايف هذا الموقف على الحياد؟
يعني هسه الصديق الاثنين هو شيء يعني شو هالموقف الغريب؟ هذه أعمال الجبن إلى متى يستمر؟ هذه عمالة واضحة ليست عمالة مقنعة حتى ليست نعم. عمالة مقنعة بس اتفضل. ليس جبن ليس جبن وإنما هناك حالة منافع وهؤلاء مستفيدين عفوا أنا أسف قاطع أستاذ مايد بس اتفضل. بس هذه الحالة أنا قلتها نعم. هناك منافع فيما بينهم لأنهم إن لم يقفوا إلى جانب إسرائيل لا يقفوا إلى جانب فلسطين. ولذلك نجد ان الجانب الحياد هو في فائده نعم. ماديه من قبل امريكا نعم واشكرك اليوم يعني اليوم الى الان يعني ينظرون الى مصر دائما الشقيقه الكبرى نعم. او العرب الدوله العربيه الاكبر أكبر دورتين واليوم عربية. السعوديه يعني خادمه الحرمين وهذا يعني لها فد مكانه معينه ولكن هذا الحياد الغريب يعني اليوم دول مثل ماليزيا اندونيسيا تميل نعم. الى الجانب الفلسطيني الارجنتين بوليفيا كولومبيا اللي في امريكا الجنوبيه تميل الى القضيه الفلسطينيه مشكله هذا دعم القضيه الفلسطينيه هو يعني واجب شرعي اسلامي إنساني هذه الدول تخلت عن كل هذه المبادئ ليس فقط الإنسانية بل حتى الإسلامية وتدعي أنها إسلامية هذه الدول وهذه الحكومات ليس فقط في الدول التي ذكرتها معظم الدول العربية المحيطة بنا أنظمتها أتت بمباركة غربية إسرائيلية كانت دائما تعمل أمريكا من أجل حماية أو ضمان أمن إسرائيل أن تضع الحكومات في محيط إسرائيل الحكومات العربية أو الإسلامية تكون حكومات عميلة لها يعني تؤمن بالسلام مع إسرائيل ولا تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة لذلك لا نستغرب واقعا من مواقف مصر أو مواقف السعودية لأن هذه المماليك وهذه الحكومات هي أتت بمباركات غربية لكي تحفظ أمن إسرائيل وتطبع معها فبالتالي هذه مهمتهم إن قاموا بأمور أخرى دعم القضية الفلسطينية على الأقل على مستوى التصريحات يعني لا نقول دعم لوجستي ودعم أمني وعسكري وما تحتاج محور المقاومة ما يحتاج هؤلاء لهم سوف يكون عبء لأن ليست لهم الخبرة عفوا وليست لهم الإرادة فبالتالي هذه الدول ليس مستغرب أن تكون من هذه يعني هذه مواقفها لكن من المعيب عليها أنها تدعي العروبة وتدعي الإسلام وهي تتخاذل تجاه أكبر قضية إسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية يعني طوال هذه السنوات نعم. أيضا بد أن يعني أعلق على الموقف الأمريكي أمريكا اليوم هذا الموقف يعني أنا أتوقعه يعني حتى كنت في بعض الفضائيات الموقف الأمريكي لا يتعدى الشجب والاستنكار لأن اليوم أمريكا ضعيفة جدا حتى توقيت المقاومة في قيام بهذه العملية كان يدرك طبيعة الصراع العالمي اليوم وأن النظام العالمي يتغير أمريكا في تراجع استراتيجي كبير لها محاور غير يعني محسومة لحد الآن اقتصاديا مع الصين أمنيا وسياسيا وعسكريا مع روسيا من خلال دفع أوكرانيا التي تحارب بالنيابة عن الغرب وعن أمريكا تحارب وتواجه روسيا ولحد الآن لم تحقق نتائج حقيقية أيضا الضعف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي في داخل أمريكا لا يجعلها تستطيع أن تحرك قواتها أو أن تقوم بعمليات خاصة في مناطق أخرى لأن هناك أزمة سياسية حقيقية أزمة سياسية وحتى خلاف بين الحزبين الحاكمين وهذا انعكس على خلافات اجتماعية نعم. كبيرة جدا لذلك التوقيت كان التوقيت ذكي جدا يكون في صبيحة هذا اليوم في ظل هذه الأوضاع في ظل التغيرات العالمية فبالتالي موقف العراق هو موقف جدا مهم وجيد وايضا يعبر عن طبيعه غالبيه الشعب العراقي الذي يرفض هذه التدخلات الاسرائيليه والاحتلال الاسرائيلي ويقف بكل ما اوتيه من قوه بمواقفه الاعلاميه والسياسيه والامنيه والعسكريه باتجاهات معينه مع القضيه الفلسطينيه. نعم. ايضا الموقف العربي لا يمكن ان نعول عليه العرب والمن ذكرتهم هم من باع القضيه الفلسطينيه هم من تاجروا بدماء الشعب الفلسطيني بل حتى بدماء الشعب اليمني والشعب اللبناني والعراق وسوريا في السنوات الأخيرة نعم طبعا تنضم لنا ضيفة عزيزة الست لينا شاهين من فلسطين عبر السكايب أهلا وسهلا بيت ست ست لينا السمعين ألو ست لينا نعم ست لينا أريد ردة فعل الشارع الفلسطيني بكل المدن الفلسطينية على هذا اليوم التاريخي نعم يعني هو يوم تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية خاصة ما حققته المقاومة الفلسطينية فجر هذا اليوم داخل
المستوطنات المحاذية لقطاع غزة قامت بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين الذين يتواجدون على السياج. نعم. إضافة إلى أسر عدد كبير منهم من ذخيرة وجيبات عسكرية وسيارات قادوها معهم قطاع، مما عم الفرح والسرور وصدحت المساجد بالتكبيرات بالله أكبر نتيجة الفرح بما قدمته المقاومة اليوم التالي. المحللون العسكريون الإسرائيليون بأنه اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل، لأنهم كانوا لم يتوقعون هذه الضربة المفاجئة من المقاومة الفلسطينية، يعني من النشاط العسكري الذي قامت به المقاومة الفلسطينية رغم صغر المعدات التي تمتلكها نتيجة لما يمتلكه الجيش الإسرائيلي من معدات كبيرة، ولكن بالفعل المقاومة استطاعت أن تثبت للاحتلال بأنها تستطيع أن تقدم أكثر في سبيل المسجد الأقصى المبارك وفي سبيل القدس. إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الميدانية هذا اليوم، يعني كما سمعنا ونحن على الهواء مباشرة وأنا ما تسمع في قطاع غزة، هذه على ما قامت به المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وبالمناسبة عدد من المقاومين الفلسطينيين يتواجدون داخل المستوطنات المحتلة ويقومون باحتجاز بعض المستوطنين ومفاوضة جيش الاحتلال هؤلاء معهم. على أي حال ما زلنا نستمع لي على أهداف متعددة بالسلامة نتيجة لكم إن شاء ما قامت به المقاومة الفلسطينية. هناك عدد كبير من المواقع التي تجوب سماء قطاع غزة ولا تفارق سماء القطاع. إذا ما تحدثنا عن أعداد كبيرة من الشهداء، فإن الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية هنا في قطاع غزة تقول بأنه هناك 161 شهيد منذ ساعات الصباح الأولى، وأكثر من 1000 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع لما قامت به المقاومة الفلسطينية. ولكن من ناحية أخرى هناك حالة من نعم أبنائهم بعد قصفهم من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي. نعم نعم نعم. ست اليوم ست لينا اليوم نتحدث اليوم عن يوم تاريخي، ويوم هل اليوم تغيرت المعادلة؟ اليوم لغة المقاومة تغيرت بعد ما كانت مقاومة حجارة، مقاومة طعن، من اليوم مقاومين فردية، حالات فردية، وسقطت القبة الحديدية وغيرها من هذه الأمور. اليوم هل المواطن الفلسطيني يشعر بنشوة الانتصار، نشوة الفوز اليوم على الكيان الصهيوني؟ بالتأكيد، يعني هي معادلة جديدة فرضتها المقاومة الفلسطينية من خلال سواء يعني ساعات الصباح كان هناك حالة من الذعر لدى هل ممكن أن هذا كله بفعل المقاومة الفلسطينية التي كانت تقاتل تطورة. شهدنا الطائرات المسيرة التي استهدفت عدد من الجيبات العسكرية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة المقاومة الفلسطينية وهي تتجول داخل أراضينا المحتلة. هذا كله جاء بفعل الثقة وبفعل الإمكانيات رغم صغرها، إلا أن المقاومة اليوم استطاعت أن تغير المعادلة واستطاعت أن تفرض سيناريو جديد. نعم الآن مباشر نعم هذا قصف الآن. قريب من اليوم نعم. القوات الصهيونية هذا قصف إسرائيلي الآن من قبل الطيران الإسرائيلي الحربي على أحد المواقع، لا نعرف ما إن تكون مكانها حتى هذه اللحظة، ولكن نتمنى السلامة. بالسلامة لكم، بالسلامة لكم، أخذوا الحيطة والحذر إن شاء يعني. الله.
شاء الله بالسلامة لكل سكان غزة. شكرا لك لينا شاهين، واتمنى انه تاخذين مكان ممكن أأمن من هذا المكان، لان شفنا قوة القصف وشدة العصف اللي صار في خلفك بهذا الموضوع. يعني ان شاء الله بالسلامة، بالسلامة ان شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني ربي يحفظكم. يعني اليوم فتاة من فلسطين تتكلم صار قصف وعصف وكملت كلامها هذه. يعني هي هذه يعني الإرادة المقاومة، وأنه الشعب اليوم يعني شعب يبحث عن حريته، عن استقلاله. نعم. طبعا هذه ردة الفعل المتخبطة من قبل الكيان الغاصب، يعني يريد أن يحفظ ما وجهه اليوم الذي أريق. إسرائيل ذلت بشكل واضح وفاضح، فبالتالي بدأت تقوم بعمليات جنونية قد تدفع ثمنها يعني قريبا. هذه العمليات ليست فقط على الأحياء السكنية، هناك ضرب لأحد سيارات الإسعاف قبل ساعات. نعم. أيضا ظروف محيط أحد المستشفيات في إسرائيل. مخافين على الأسرى؟ يعني لذلك أنا أعتقد أنه هذا التخبط وهذا. نعم. عدم وجود يعني حنكة عسكرية. لو كانت هناك حنكة عسكرية. نعم. كانوا يفكرون بأرواح الأسرى وأرواح المستوطنين الذين قد يكونون هم كرهائن موجودين عند أو القادة الأمنيين الذين يمتلكون. نعم. معلومات خطيرة جدا لدى الشباب والمقاومين الفلسطينيين. نعم دكتور، بما أنك يعني مهتم بالشأن الأمني وخبير أمني، عندك بعض الأرقام على موضوع الأسرى، موضوع هذا لو لحد الآن موضوع نقدر نعتبره سري؟ لا، هناك حوالي 850 أسير في القواعد. رقم كبير. رقم كبير، وهناك قتلى بحدود يعني 200 إلى 300 قتيل. هم الإعلام الإسرائيلي وصف 22 شخص. يحاول أن يطلطم هذه الحالة. هناك فرق غير متوازن، 22 قتيل إسرائيلي و500 جريح. حوالي 835 أسير. نعم. ما زال، وهناك مستشفيات كبيرة تتلقى الجرحى في إسرائيل، وهذه أعداد كبيرة أيضا. ولذلك نجد حتى هناك طائرة مسيرة ضربت مواقع عسكرية في إسرائيل. وها أنا أشدد وأؤكد على أن يجب أن يكون هناك طائرات يعني مسيرة، هذه من الممكن أن تعادل المعادلة مع إسرائيل في حالة أنه إسرائيل تقصف المناطق السكنية وتقصف المناطق العسكرية في الحالتين. لكن إن كانت هناك طائرات مسيرة هذا من الممكن أن تعادل المعركة ويكون هناك توازن بين الجانبين، لأنه إن كانت هناك طائرات تقصف المناطق العسكرية أو الأماكن العسكرية الإسرائيلية والمناطق السكنية أيضا فيها بعض الجيوب، ولهذه في هذه الحالة من الممكن أن تردع إسرائيل وتصل، وهي التي تطلب المفاوضات وهي التي تحاول أن تصل إلى نتائج حتمية مع الفلسطينيين، لأنه المقاومة هي التي من الممكن أن تأتي بإسرائيل إلى طاولة المفاوضات. والقضايا العسكرية من الممكن أن تكون هي تحدد الانتصارات، لأنه إن كانت هناك مفاوضات سياسية ومفاوضات يعني بروتوكولية وغيرها هذه لا تؤدي إلى نتيجة. لكن أنا في الساحة أثبت نفسي أني مقاوم، ومن الممكن أن أصل إلى أقصى نقطة أستطيع أن أصل إليها وأضرب في عمق إسرائيل، في عمق فلسطين في المحتلة. نعم. ومن الممكن أن أفرض إرادتي وأفرض قوتي على الجانب الإسرائيلي، لأنه لم تكن هناك مقاومة حقيقية، ولم يكن هناك اندفاع حقيقي، ولم يكن هناك توجه في إعادة ما اغتصب من فلسطين. هذه الحالة سوف تبقى إسرائيل هي التي تتبجح، ويبقى هناك بعض الخونة الذين يناصرونها ويدعون أن إسرائيل لا تقهر. لا تقهر، وتقهر لآلاف المرات، لأنه هناك عنصر مقاوم يقف بوجه كل من يريد أن يوقف التقدم الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني. نعم، الآن الجبهة الجنوبية لإسرائيل مشتعلة، هل تتوقع هناك تحرك من الجانب اللبناني وخصب الذكر حزب الله ويحرق الجبهة الشمالية لإسرائيل؟ أكو فكرة؟ نعم، لكن هنا في حالة واحدة. نعم. إن كان يكون هناك تمادي كثير من قبل الجانب الإسرائيلي وتعدي كبير على المناطق الفلسطينية. أه. وعلى قطاع غزة، ويكون ضرب قوي، من الممكن أن تتدخل المقاومة في جنوب لبنان. إسرائيل تتحمل هذا الضغط؟ بالعكس، أنا قلت لك في حالة إذا كان هناك ضغط عسكري هي التي تأتي وتقول تعالوا نتفاوض، نعطيكم ما تريدون، ولكن فكوا عنا هذا الحصار الذي فرض علينا من عدة جوانب. المقاومة
المقاومة هي التي تحسم القضية. أنا نعم. في رأيي أنه المعركة في ساحة القتال تحسم القضية. نعم طبعا كل التحية والشكر لك أستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف لك. والدكتور محمد الكحلاوي الخبير الأمني وعضو مركز القمة. طبعا أحبة المشاهدين يعني قبل الختام يعني أنه المشاهد الآن بدأت ردود الأفعال بدأت ردود الأفعال خاصة اليوم من اليمن بمسيرات كبيرة جدا دعما ومساندة للقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. ننتقل إلى صنعاء وإلى اللقاء.